بيكم في Arab Icons. معايا الجميلة القمر بقى الموديل النهاردة بسمالة معانا في الفاشن شو جوه. ازيك؟ ازيك؟ عاملة ايه؟ ايه الاخبار؟ قوليلي النهاردة هنشوفك بقى جوه في الفاشن شو. اها دي حقيقة. دخلتي مجال الموديلنج ازاي اصلا بقى قبل الفاشن شو؟ دخلت مجال الموديلنج بالصدفة عن طريق معرفتي بمخرج حاتم، ان احنا كان في ما بيننا صداقات مشتركة فاجتمعنا مع بعض بالصدفة مش اكتر. بس فلما انت بتحبي المجال؟ اه دي حقيقة، يعني بحبه حتى من قبل ما ادخل فيه ومن قبل ما ابتدي اشتغل في الموديلنج والستايلنج والحاجات دي في الحياة اليومية العادية. في الحياة اليومية ازاي؟ يعني عندك مثلا على الاكونت بتحبي تصوري، بتحبي تعملي فانتي، شفتي نفسك في الحته دي؟ شفت نفسي قوي قدام حته ان انا اكون موديلنج او ان انا تعرفي تعملي بقى اللي هي الحاجات اللي هي ايوه الماتشنج والاوتفيتس والحاجات دي. طبعا من ناحيه الكالرز طبعا، ومن ناحيه الستايل، ومن تنسيق مثلا قطع اللبس على بعضها تعرفي تعملي كانت بدايتها. يعني انت كمان ممكن نقول ان انت كمان تقدري تعملي ستايلنج بالظبط. دي حقيقه فعلا. يعني الموديل لازم يبقى عندها كمان ذوق خاص. طبعا. لان برضو لازم تبقى عارفه ايه اللي بيليق عليها وايه اللي ما بيليقش، لان كل واحده فينا ليها شيب مختلف، ليها ملامح مختلفه، الكالر، الهير، البادي، كل حاجه بتختلف من موديل للتانيه. فلازم تبقى عارفه ايه اللي بيليق عليها وايه اللي ما بيليقش. يعني لو في حاجات مثلا طالعه ترند بقى خلاص الموضه السنه دي مثلا بلا 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 اي حاجه، بصي هو من وجهه نظري لو مش لايقه عليكي مش تلبسيها. من وجهه نظري انا مش اي حاجه موضه بتطلع ينفع ان اي حد يلبسها، لان بتبقى مثلا طالعه موضه لتايب معينه من الناس او لشيب معينه من الناس، لو حد تاني جه يلبسها يحس انها وحشه فيحس ان الغلط فيه هو، في حين انها مش كده، وممكن يكون في حاجات تبقى احلى عليه اكتر بكتير منها. بس فمش كل الموضه اللي بتطلع بتكون حلوه على كل الناس ولازم نلبسها، لا خالص. ايه المشاكل اللي واجهتك في الطريق بقى في المشوار؟ في المشوار المشاكل اللي واجهتني حته ان انا ما كنتش عارفه ايه اللي بيليق عليا وايه اللي ما بيليقش كموديل بقى واون ستيج، وان انا همشي كات فوك وان انا هستعرض كل دوت وهشاون كل دوت. واجهت مشكله يعني الموديل كمان تختار ايه اللي يليق عليها على حسب الفاشن ديزاينر اللي معاكي. يعني ممكن تختار، ممكن هو يحط قدامك مجموعه وانت تختاري منها، وبس في بعض الاحيان ما ينفعش ان احنا نختار. بس فبتبقى دي بقى نظره الفاشن ديزاينر او الستايلست اللي معانا، هما بيعرفوا ينسقوا الحته دي جدا. الكات ووك بقى اتعلمتي الكات ووك ازاي؟ الكات ووك انا اتعلمتها في كورسات عادي. كنت بتدرب الاول بهيلز قصيره، بعد كده عليت شويه عدد السنتيمترز بتاعتها لحد ما وصلت للعشرة. ما شاء الله. لسه يعني لسه في تطور اكتر من كده. في اكتر من 10 بيتلبس؟ في 12 وفي 15 توصل ل 17 كمان. ده صعب قوي ده. ايوه بس هي قدرات وتعود. بعد فتره خلاص بتبقى انت خفيفه عليها. في حياتك اليوميه بقى على طول ماشيه بالهيلز بالكعب ولا لا؟ على حسب انا رايحه فين. في اماكن ينفع تروحي فيها بالهاي هيلز واماكن تانية لا، مش شرط الخروجات والسهرات ولا حفلات، لا عادي ممكن عادي تستخدميها في حياتك اليوميه، بس على حسب انت رايحه فين. تنصحي البنات بقى اللي داخلين الموديلنج جديد تقولي لهم ايه؟ والله انصحهم ان هم ما يتوتروش، وان هم يخلوا عندهم ثقه في نفسهم، وان هم ما يكونش عندهم الرهبه بتاعه المسرح والاون ستيج والتصوير واللايتس وكل الكلام ده، لا خالص الموضوع اسهل من كده بكتير. وفي مجال يعني ان الواحد يتعلم حاجات جديده يعني طول الوقت. في كورسز وفي وفي ستايلنج بتعمل طول الوقت. ده غير طبعا انه لازم متهيألي اعتقد يبقى موهبه كمان، انت حابه طبعا التالنت موهبه. الظهور قدام الكاميرا موهبه. اكيد مش كل الناس تقدر تعملها، مش كل الناس بيبقى عندها الشجاعه ليها، في ناس بتتكسف كتير قوي قوي. بسمله نشوف الجو بقى في الفاشن شو. اكيد طبعا. ميرسي قوي. ميرسي. باي باي. باي باي.